صباح الخير. صباح الخير. أحمد أكيد سمعتنا وإحنا قاعدين عم نحكي عن قديش إحنا ممتنين للعصر الجميل أو خلينا نقول الزمن الجميل اللي كانت فيه الأغاني الطربية تتربع على عرش الفن. هلأ إحنا طبعاً كتير متحمسين لأنه نسمع رأيك بخصوص هذا الموضوع وقديه حلو إنه إحنا نشتاق لهاي الأغاني. خليه جنبك أحمد. شمون خلاص هنحتاجه استنى دلوقتي إلا أجل لما نحتاجه نجيله. صباح الخير. صباح الخير. أولاً أحب أوجه تحية شكر واحترام للوطن اللي احنا فيه ده دولة الإمارات وطبعا كل حكامها وللفجيرة وقناة الفجيرة وبرنامج صباح الخير يا وطن بالأخص والقائمين عليه كلهم. شكرا. احنا طبعا بنمتن للفن القديم اللي هو فن التراث اللي هو الفن الطربي اللي احنا افتقدناه دلوقتي كل الامتنان طبعا وما نقدرش نستغنى عنه نهائي. صحيح. صح حتى لحد دلوقتي أم كلثوم ممكن داخلة في أكثر من 35 سنة يعني بعيد عننا كوكب الشرق. صح آه كوكب الشرق. فريد الأطرش كذلك. أسامي كتير أكيد أسامي كتير ولكن بس هم عايشين في قلوبنا. نعم. يعني هم جوانا ما نقدرش نستغنى عنهم. صحيح. صح نعم. يعني نحن فعلا لما بدنا نتكلم عن عبد الحليم اليوم بيته موجود وفيه اي واحد يزور بيته ويشوف بدله اللي كان يطلع فيه على المسرح قديش ام كلثوم بيتها لحد دلوقتي مزبوط. معمول متحف تشوف فيه يعني كل اللي كانت بتستخدمه وبتشوف فيه بتسمع اغانيها كمان يعني كل شيء موجود لحد دلوقتي في قلوبنا جوانا مش بس على الحقيقة يعني بس. صح عندك حق. كمان احمد عارف من المهم انه احنا نرجع تاني نحاول نحيي التراث الجميل ده نرجع تاني نحاول نعدل في اغانينا اذا شفنا ان هي اخذت منحى او طريق سلبي زي ما انت قلت من شويه انه بطل الفن الجميل ده موجود في عصرنا دلوقتي وده شيء يحزن ويزعل مش يبسط ابدا. انتوا كجيل شباب كجيل فنانين المفروض انه انتوا اللي يكون العبء عليكم زياده شويه. احنا كمستمعين بنستنى نشوف منكم الأحسن والأحسن. فقولي أنت بتحاول تعمل إيه في حياتك الفنية عشان تحافظ على الفن الطربي أو أن أنت ترجع تحيي هذا الفن من جديد. شوفي أنا أختلف مع حضرتك في وجهة نظر. أول شيء المستمع هو اللي بيعمل مطرب وبيحدده إذا كان المطرب ده هيكون مطرب طربي خلاف خامته هو خامة المطرب نفسها. فالمستمع هو اللي بيحدد مدى قابليته على اللي بينتجه المطرب او اللي بينتجه يعني الورشه المتكامله اللي بتعمل اغنيه المستمع هو اللي بيحددها اذا كانت هتنجح او هتقبلها كويس او لا. تمام. تاني شيء اي بني ادم شغال في المجال ده بيجتهد على قد ما بيقدر وبيوجه رسالته للناس اذا استقبلوها خلاص يعني كان به إذا ما استقبلوهاش فده حظه. نعمل إيه؟ ما نعملش حاجة. نسمع مزيكا. بالضبط يعني قاعدين عم نحكي مش معقول إنه إحنا ما نفتتح أول محادثة بأغنية. أوكي. مفيش مشكلة. شو حتسمعنا يا أحمد؟ أنا أسمعك رباعية من تلحين. الله يسعدك ذوقك اللي بتحبه. بس عشان يعني عشان إحنا في 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 قناة الفجيرة تمام؟ أنا كنت أعملها السنة اللي فاتت في عيد الوطني. نعم. يعني هي رباعية جميلة جدا من كلمات الشاعر مروة بالخير كنت انتوا استضفتوها هنا قبل كده وتلحيني. طيب اتفضل. على حبك مش هحكي وازايد بطل مغار وقال البيت يكون واحد سبع أبواب للجنة سبع عمارات من الجنة ومن بيتنا ومن دارنا ظهر قائد وسبعة واربعين شمعة نقيدها في الطريق تضوي وسوري وسوداني عراقي ولبناني مغربي وأنا
بنهدي تحية للإمارات في يوم عيدة وندعي لك بالرحمة يا شيخ زايد الله يرحمك يا شيخ زايد والله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. صوتك جدا جميل يا أحمد، وفعلا يمكن المساحة الصوتية اللي عندك واضحة، وإحنا كتير حسينا إنه إحنا اندمجنا مع هاي الأغنية. إلا أنه أنا شوي بدي أحكي معك عن التحديات اللي بتواجه الفنان الحديث اليوم في إيصال الأغنية القديمة، أو خلينا نقول عدم مجاراة الشعب لرغبات خلينا نقول الفنان أو مساحته الصوتية. هلأ أنت كفنان قادر أنك تغني مثلا الأغاني الجميلة في القدم، إلا أنه السوق عم يطلب منك الأغاني الحديثة، شو هاي الصعوبات اللي بتواجهكم وكيف تقدروا تتخطوها لتثبتوا نفسكم بالساحة؟ والله هي الصعوبات دي هو فعلا بالفعل يعني اللي بيكون عنده مساحات صوتية ما بيقدرش يستغلها غير في الأغاني الحديثة دلوقتي، يعني مش هيقدر يوصل المستمع شيء هو مش عايزه، صح؟ نعم. يعني احنا دلوقتي الجيل اللي طالع عايز ايه؟ عايز اغاني سريعه، عايز مزيكا سريعه، عايز الكتريك ميتال، عايز حاجات اللي هي يعني مواكبه للعصر يعني او للموضه، بقت موضه يعني عموما يعني. فبالنسبه لانسان عنده مساحات صوتيه ما بيلاقيش حظه دلوقتي بصراحه. في ناس كتير، في امثله كتير جدا، اصوات جميله جدا وافكارها عاليه جدا، بس ما بتقدرش تقدم ده غير من خلال الاماكن اللي بتطرح الاغاني التراثيه زي قصور الثقافه ودار الاوبرا والحاجات دي بس. لكن كمستمع عموما هو عايز شيء مجاور للواقع يعني. احنا دلوقتي في واقع، صح؟ مظبوط. طب احمد بدي اسالك سؤال. تفضل. يمكن اول مره حدا يسالك هذا السؤال، اوكي، او يوجه لعالم الفن، رواد الفن، كل الناس اللي بيعتبر نفسه فنان، سواء ملحن، مطرب، شاعر، موزع، وات ايفر، مخرج. طيب ليش لما بدنا نحكي عن الأغاني الطربية، ليش بدنا نروح أي واحد بده يسرطن بالطرب أو يسمع طرب بده يروح مثلا يرجع وراء؟ طب ليش ما عملتوا أنتوا، بما أن يعني ما شاء الله الله رازقكم من مواهب وأصوات وخامات، ليه ما عملتوا استيجات وحقبة مثل حقبة أم كلثوم وعبد الحليم وعملتوا أغاني طربية؟ ليش روشتوا للأغاني الإلكترونية وفرضتوها علينا؟ ليش عملتوا لها البلبلة والقوقعة الكبيرة هاي؟ طب ما كان فيكم بما أنكم بتعملوا مهرجانات للأغنية الطربية مثلا؟ مظبوط كلامك، بس هو يعني أستاذة منى لما سألتني السؤال نفس الإجابة اللي هرد عليها، اللي هرد على حضرتك بيها، تمام؟ دلوقتي مفيش استجابة، أنا بتقطع احنا بنعمل. من جوايا أنا، وأنا كمان بتقطع من جوايا والله. بس أنا بقولك احنا بنعمل فعلا. أنا عامل أغنية، ملحن أغنية لمروة أبو الخير برضك، أغنية يعني تحسها ممكن عايزة فايزة أحمد تغنيها أو أي حد من الناس اللي هم قدامة دول، بس مش هتلاقي حظها، محدش هيتقبلها، تمام؟ فهو بس كنوع من انواع مجاهرات العصر، انت بتحط افكارك في الواقع بس. صحيح. طيب احمد، احنا الصراحه حابين ان احنا نستمتع بصوتك الجميل وبالاغاني اللي انت هتختارها، حابين نسمع حاجه ترابيه. هو في حاجه بقى بخصوص الموضوع ده، اغاني كانت تراثيه جدا وشعر جاهلي اتعملت بتوزيع جديد بطريقه حلوه جدا، زي عبد الرحمن ده اللي احنا محمد. ممكن ننوه الفنانين عليه، يعني مثلا يرجعوا الفن القديم بطريقه حديثه شويه، ومن ضمنهم اغنيه لصديقي عبد الرحمن محمد، اصابك عشق. طب نسمع اصابك عشق. نسمع. أصابك عشق أم رميت بأسهمي، فما هذه إلا سجية مغرمي، ألا فاسقني كاساتيا وغني لي،
بذكر سليمى والكمان ونغمي أيدعيا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من ثيابها إذا وضعتها فوق جسم المنعم أغار عليها من أبي وأمها إذا حدثها بالكلام الممغم وأحسد كاسات تقبلن ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم أغار عليها من أبي وأمها إذا حدثا بالكلام المغمغم وأحسد كاسات تقبلن ثغرها إذا وضعتها موضع الإثم في الفم ليل يا ليل يا ليل يا بدي اسالك سؤال فضل. انت على تجربتك الشخصيه جربت تجرب المواويل طبعا. نحن الوطن العربي مليان مواويل يعني طبعا. في 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 مواويل يعني انضربت بالمقام العراقي المقام الاندلسي الموشحات الاندلسيه القدود الحلبيه يعني قبل البدء باي مقام باي سلم غنائي كان المطرب لما يوقف على المسرح لازم يلعب موال يفتح افتتاحية موال ويبدأ أول شيء سيد الآلات القانون ومن بعدها العود والموسيقى ثم المايسترو يركب المقطوعة الأولى يعني بتحس أن وجبة متراكبة لكن المواويل اليوم قديش مهتمين فيها أو قديش أهملناها هي دلوقتي المواويل تحولت لطائفة معينة احنا بنسميها الشعبي بس مش حاجة اسمها شعبي يعني احنا كلنا شرقيين فهو الموال مقتبس من الفن الشرقي صح في مواويل لكن بس طائفه دلوقتي صغيره هي اللي بتسمعها لكن المواويل بتاعه زمان بقى انت تقدر تعمل من اي اغنيه موال هو عباره عن ايه الموال تختار مقام معين وتلعب جواه بعرب معينه وبعد كده تدخل في اللحن اللي انت عايز تدخل فيه ده الموضوع سهل يعني هو متوقف على المطرب مش على الآلات مظبوط بس واضح انك فاهم وبتغني شكلك احمد يعني بصراحه شرفتنا ونورتنا واحنا كثير طبعا انبسطنا بسماع هذا الصوت العذب لكن كمان قبل ما نختم احنا حابين نسمع اغنيه طربيه اوكي ويا ريت اذا بتكون من الزمن الجميل وزمن ام كلثوم وعبد الحليم حافظ وهاي الحقبه الجميله طب نقول متغربين احسن يلا يعني هي برضك فن تراثي من الاصل اكيد وغناها كتير من بعدي بس لما تيجي وانا احكي لك عندي قرف متغربين احنا تجري السنين واحنا جرح السنين متقربين احنا متقربين
تجري السنين السنين واحنا جرح السنين لحد قال عنا خبر يفرحنا ولا حد جاب منك كلمة تريحنا.